شو من سكيك من سكيك دا وين نروحوا؟ نروحوا للمدية نعاودوا نقولوا للمدية المدية واش فيها؟ المدية اعطيني فيديو احبس نذكروا باللي الفيديو هذا موش البارح باش ما نغلطوش ها هنا راه قضية تحية لخوتي في المدية وليت المدية ولاية وردة جاية في الجبال الله يبارك وردة والمدية كانت في وقت قريب من من أنقى من أنظف المدن في الجزائر تقريباً ضيف الله مصلي عندي ايه دركا هذه الصور احنا هذه الفيديوهات مين جبناهم جبناهم من المديه مين من السونتر من مركز المدينه يعني اعطيني فيديو خواص ها شوفوا ذوك الصورة. هذه هنا والله قدام ثانويه والله غير هقار... والله يا عبس, عبس. والله غير في السونتر فيل تاع المديه ها 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 هذه طريقتي بحرين ها واش راكم تشوفوا المديه غارقه في ال... في الـ في القمامات غارقه غارقه هذه المديه اللهم صل على النبي صار لها ها وين تروح وين تروح استنى 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 احبس احبس هنا لما لما تلقى مدينه إحنا هذا ضربنا مثال بـ بـ بالمدية فقط راه تقريبا الزبل في كل مكان صح حنا شكون اللي تحمل المسؤوليه لما نعرفوا الولايه فيها والي وفيها مدير الديوان وفيها الامين العام وفيها مدير البيئه ومدير الاشغال العموميه مدير الاداره المحليه مدير التنظيم ومدير الفلاحه ومدير الصحه ومدير الاداره المحليه ومدير الطرابو بيبليك ومدير هيك مدير الكليراج بيبليك ومدير السدود ومدير الغابات ومدير الصحة ومدير مدير وكل مدير عنده إدارة وعنده سكرتير وعنده طوموبيل وعنده خدامين وعنده لي سيرفيس وعنده لي سوب ديفيزيون في كل دائرة وقاع يخلصوا وكاع يدوا الشهرية هذو قاع المسؤولين كاع يخلصوا يدوا الشهرية ومديرة البيئة مديرية الردم التقني ومديرة النظافة صح كي نلقاو مدينه غارقه في الوسخ والمواطن راه يخلص مواطن راه يخلص عبد الله راه يخلص اطوسيا عبد الله يخلص عبد الله مليخ القرابي ويخلص صح دوك هنا كي نشوفوا المديه هذه غارقه في في القمامه نبشو نحوسوا على الخلل وين راه اه اروحوا تشوفوا الخلل وين راه ها بس الخدامين عدم شهرين ونص ما خدموش هذه واحده زوج اعطيني اعطيني الماتريال شوفوا الماتريال الماتريال اللي هاو الماتريال تاع تاع النظافه تاع ولايه المديه كاينه مؤسسه عموميه يسموها التيطري للنظافه هاو الماتريال كاميو طاير له الراس كاميو طاير له الراس كاميو طاير له كاميو طاير له في البروكه كاميو راقد على ظهره كاميو جاي على اليمنى كاميو متكي على صاحبه كاميو طاير له كاميو طاير له فيتاس كاميو طاير له الموتور كم يطير له كم كاميو طاير له الكابل كاميو بولون كاميو خاصو في البروكة يعني احبس 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 ها احبس هذه هي الحظيرة تاع الماتريال تاع النظافة تاع المدية علاه المدية صرا لها هكذا لأنه الماتريال أولا شوف الماتريال راه نصو نصو كاع مكولي وين جاي؟ جاي في الخلاء ماتريال جاي في الخلاء طلع قالت خلينا نشوف خلينا نشوف باش يفهموا باش الناس كي تشوف الزبل وتشوف تشوف تفهم ها هاو ديك حبس الراس تاع الكاميو وحده الكاميو من عفو الراح قعدوا غير راس قابينة، وين في الخلاء ها شوف يعني ها الماتريال ها خاص ترودع خاص بولون خاص راس خاص وذنين ها شوف ها شوف شوف اجمع شوف مثلا الكاميو هذا شوف 2005 2005 كاميو كيميو عنده 15 سنه خلاص احبس 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 كيميو عنده 15 سنه خلاص شرف على بالك علاه علاه كيميو عنده 15 سنه علاه لانه تاع تاع الشعب تاع اللي هذا الرزق لو كان جا هذا كيميو 2005 عند شركه خاصه بريفي ولا عند واحد شريك يا حسره والله العظيم قال كون راه داير له الجال كون راه داير له يا اخي حقيقه خير لنا الجزائريين يا جماعه يا جماعه هذا هو المرض هذه يا عبس عبس هذه هي الكورونا هذه الفري كورونا الكورونا اللي راهي قابضتنا الفيروس هذا كاع خرطي فيروس صح يقبض منا اه اه اه. ونبرا واللي كتب ربي يموت واللي كتب ربي يبرا الكورونا الفري هذه هي هذه الفري كورونا على الماتريال تاع الشعب تاع الدولة وتاع العمومية علاه في 2005 يكولي في عمره 15 سنة يكولي 10 سنين يكولي علاه على, على بالكم علاه ولا ما على بالكمش خلي الفيديو يمشي خاطر عليه عبد الله يخلص عبد الله يخلص ها ها هذا 2007 ها ها مسكين ها ها المؤسسه الولائيه للردم التقني المدي يطلق ها في الخلا في الخلا في الخلا خاصه روده خاصه روده خاصه روده خاصه في البروكه خاصه بولون درك نقول لكم باش ما تقولوش النووي راه يهضر هكذا ويظلم صح ها بس ها بس ها بس هذا الماتريال كي يمشي يخدم لازم له الترقيع الترقيع واش الترقيع معناها خاصو بولون جبنا بولون جبنا في البلوكا جبنا رودا، جبنا في جبنا ذيك جبنا جوا جبنا فيلتر جبنا زيت هذا الشيء من يجي هذا الشيء الدوله واش دير دير مناقصه اروح نوريكم المشكله اسكت عماد عماد اسكت اروح نوريكم الخلل راه الدوله في البلديات والمديريات والولايات و و و الماتيريال واش يديروا يديروا مناقصه اعطيني دفتر الشروط اعطيني اعطيني دفتر الشروط احبس دفتر الشروط مثلا ها ولاية المدية دفتر الشروط خاص بمشروع اسم العملية اقتناء لوازم الصيانة والعتاد صح هنايا هنا ما نذكروا في البلدية ولا واش مديرية هنا الدولة واش دير دير دفتر الشروط شكون اللي يدي دفتر الشروط شكون يديه الدولة مثلا تخصص خمس ملاير قال هذه خمس ملاير باش نعاودوا له الماتريال يعني. اللي يدي المشروع شحال يمد يمد مليار ونص علاه موان ديزو هو اللي يدي مشروع كي الدوله خاصه خمس ملاير واللي دار يدي مشروع يديه مليار ونص واش يولي يدير يولي كي تخص بياسا كي تخص بياسا واش يدير اعطيني اعطيني خليه يمشي خليه يمشي خليه يمشي زعما مثلا مثلا ها مثلا النوي والله عماد أحبس, احبس 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 عماد مثلا عماد هو اللي دار المشروع تاع تزويد بالعتاد الفلتر تاع الغازوال ها وش واش يدير يكتب السومه تاعو 150 الف كي طلعوا له الحساب 150 الف والفيتراير وكي دومبرياج احبس احبس يا خويا صاحبس كي يدير له الحساب كاع قال انا نمويكم بمليار هما واش يديروا يقولوا خلاص المناقصه ديها فلان بمليار موان ديزون زعما السومه كاع رخيصه ومن بعد واش يدير غدوه كي يعيطوا له يقولوا له جبنا فيتر ما يجيبش الفيلتر ب 150 ما يجيبوش ب 150 يروح يحوس على الفلتر الرخيص كاع كون يلقى تاع الفراك يجي الفراك ويركبوا لي كاميو ركب له فلتر بالفراك ركب له لو تاع 5000 فراك ركب له في البلوكه تاع مليون يمشي يسمع زوج زول كولا طرطق طرقت له طرق له وذنيه في البلوكه الكاتب يعني. بتاع ديا بتا 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 بتا. يمشي خمس سنين يكون يكون هذا هو الخلل يا الحكومه يا الحكومه يا الدوله الجزائريه اخطوكم من المهندسين هذه اللي خلات البلاد موان ديزون الدوله تخصص 100 مليار القضيه يجي واحد ب 10 ملايين موان ديزون ومن بعد يخدمها بالتراب هم لك السكنات كاع معوجين ماتريال كاع مكولي طرقان كاع مدقدقين كل عام نعاودوا تروطوار علاه كل عام نعاودوا تروطوار علاه علاه ما لاحظتوش كل عام نعاودوا تروطوار كل عام نعاودوا لك ببليك كل عام نعاودوا للاخر علاه موان ديزون لانه المال المقاول لما يجي يحط موان ديزون سومه رخيصه ومن بعد يخدمها بالتراب كل عام تتعاود على بها البلاد راحت الواد ها صح اعطيني الفيديو تاع اعطيني الفيديو الاخر ها بس ها بس ها بس, بس. اعطيني الفيديو الاخر ها هوني كاميو كاميو زايد في 1927 1927 1927 كما كان الذيب يصوق قبل الحرب العالميه الاولى والثانيه كما كان السكر يدير يدير فراك ولا ربيع ولا ما اعطيني كاميو ها ها عطيني كاع غالي بدي ايه ها ها ألف زين ها 1927 ها ويشارجي الطراب وعنده لابان ونورمال والله غير 1927 ها ها عليه يعني عليه 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 عليه, عليه. فهمتوا ذكر الكورونا فهمتوها فهمتوا الكورونا وين راهي كورونا راهي هنا ثقافة في المجتمع هبط خليني نطلع هبط خليني نركب ديالتي انا انا موش عاجبو الحال ودير روحو زعيم ترمي له عظم يولي يسبح هكذا كل واحد نفسي نفسي قضيه قضيه مصالح كل واحد يحوس على المصلحه تاعو على بها المصلحه العامه راحت للواد ايه هني نسمع ماتريال عاودوا لي الماتريال عاودوا لي الفيديو تاع الماتريال راح على ولدك نخدموا به ماتريال ماتريال ماشي الماتريال ها ها ماتريال ها ماتريال بيناتنا كون جا كنت جا رزقي ورزقك ورزق فلان ورزق فلان هكذا يصرالو والله ما يصرالو هكذا كي عاد رزق الشعب مسكين ها خلي دوكا هنايا واش نفهموا نفهموا باللي الزبل والقمامه اللي كانت في المديه هذه قمامه علاه لانه العتاد اللي نقي القمامه ولا قمامه هذا هو الحل المشكل لانه الماتريال اللي نقي القمامه هو ثاني ولا قمامه ولا زوبيا تخلطت ولا في زوج زوابي كي الماتريال كي الزوبيا واش تهبط واش تهبط يا الحمد لله واش نهبط والله ما نهبط ها رانا كاع هابطين يعني الشيء اللي راه صار فينا وتزيد تهبطها الشيء اللي راه صاري فينا ونزيدو نهبطو رانا هابطين دوريجين